لحظات غريبة ومضحكة في كرة القدم النسائية، لقطات ستراها لأول مرة. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. يبدو أن كرة القدم النسائية تحتوي على الكثير من اللقطات واللحظات الغريبة والعجيبة والممتعة للغاية، وفي هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا ببعض تلك اللحظات الغريبة والمضحكة في عالم كرة القدم النسائية والتي ستراها لأول مرة. لنبدأ. تقدمت حكمة التبديلات هذه للتأكد ما إذا كانت اللاعبة ترتدي قلادة في عنقها قبل أن يتم إدخالها إلى أرضية الملعب. تابعوا كيف يتم تفحص اللاعبات قبل الدخول إلى المباراة. رجعت الكرة إلى حارسة المرمى هذه من المدافعة، فتابعوا كيف رفعت قدمها أكثر من اللازم لتمر الكرة من أسفل قدمها إلى الشباك بهذا الشكل، هدفا بنيران صديقة. تقدمت لاعبة ميلان هنا، فيمكنكم أن تتابعوا كيف قامت بتعريض الكرة إلى زميلتها التي كانت أمام الشباك لتسجل هذا الهدف الرائع بعد تسديدة مميزة للغاية، ترتطم بها الكرة بالعارضة وتدخل إلى الشباك. ولكن الغريب هو احتفالها بقلع التيشيرت الخاص بها بهذا الشكل، ومن حسن الحظ أنها كانت ترتدي ملابس داخلية كما تشاهدون. لنتابع هنا لاعبة المنتخب البرازيلي وكيف تقوم بتنفيذ رمية التماس بشقلبة حتى تعطي دفعا أكبر للكرة فتوصلها بشكل مثالي إلى زميلاتها. فيمكنكم التركيز على هذه التقنية التي تقوم بها اللاعبة لإلقاء الكرة، وفي هذه اللقطة لنتابع كيف قامت بإلقاء الكرة لأحد زميلاتها من التماس لتصل على رأس هذه اللاعبة ثم على رأس زميلتها فتودع الكرة في المرمى، هدفا رائعا جدا. ركلة حرة ثابتة سددتها هذه اللاعبة بطريقة إبداعية ومميزة، فشاهدوا كيف أودعتها في الزاوية 90. وهنا تابعوا الاحتفال الجنوني من قبل اللاعبات وكيف دخلت هذه المشرفة إلى أرضية الملعب لتحتفل معهم بهذا الشكل الجنوني على هذا الهدف الرائع. لنركز هنا كيف رجعت الكرة لحارسة المرمى لتقوم بتسديدها، فترتطم بقدم لاعبة الخصم وتأتي لهذه المدافعة التي بدلا من إخراج الكرة قامت بوضعها في شباك فريقها، هدفا بنيران صديقة. لا يمكن أن تصف مدى الأسى التي تشعر به في هذه اللقطة. يمكنكم أن تتابعوا هنا هذا الهجوم لهؤلاء الفتيات وكيف مررت الكرة بطريقة إبداعية لزميلتها، ثم قامت الأخيرة بتعريض الكرة لترتد من الدفاع ثم تصل إلى هذه اللاعبة التي قامت بهذا الشكل بإضاعة الفرصة، وبعد ذلك تابعوا حسرتها برفع التيشيرت بهذه الطريقة. أثناء هذه المباراة النسائية دخل هذا الكلب يلهو قليلا في أرضية الملعب، فيمكنكم أن تشاهدوا ماذا يفعل. وهنا هذه اللاعبة تفتح ذراعيها لاحتضانه، لكنه يبتعد عنها ويضعها في موقف محرج. في مباراة أمريكا وتايلاند لنتابع هذه المدافعة التايلندية وكيف سجلت هاتريك 3 أهداف بنيران صديقة في شباك منتخبها. فجاء الهدف الأول بهذا الشكل بعد أن تم تعريض الكرة لتمد المدافع قدمها فتودع الكرة في شباك فريقها بهذا الشكل. تابعوا كيف باغتت حارسة المرمى بلمسها للكرة بهذه الطريقة لتدخل الكرة في الشباك، ولم تستطع الحارسة تصديها. وهنا الهدف الثاني جاء من نفس المدافعة إذ تم تعريض الكرة، وبرأسية هذه المدافعة تقوم بوضع الكرة في الشباك مرة أخرى كما ترون أمامكم. أما الهدف الثالث والذي وقعت عليه هذه المدافعة في شباك فريقها أيضا، جاء من تعريض هذه اللاعبة للكرة
لترتطم بقدم المدافعة وتدخل الكرة إلى الشباك. لا أعتقد أنها ستلعب مجددا لهذا المنتخب. تقدمت لاعبة توتنهام وبهذه الطريقة إلى داخل منطقة الجزاء، ثم قامت بتسديد الكرة على الزاوية المفتوحة. فركزوا على حارسة المرمى الغبية هذه وكيف تركت الزاوية كاملة مفتوحة لتسجل لاعبة الخصم الكرة في الشباك بكل سهولة. أرجعت مدافعة أرسنال الكرة لحارسة المرمى التي لم تستطع السيطرة على الكرة بشكل جيد، فشاهدوا كيف دخلت الكرة في شباكها هدفا بهذا الشكل. يمكنكم أن تركزوا كيف كانت الكرة قوية وكانت الحارسة بعيدة قليلا عن شباكها. في هذه اللقطة تمكنت حارسة المرمى هذه من إمساك الكرة قبل أن تخرج، وهي في طريقها إلى الكرة ارتطمت بلاعبة الخصم وحدثت بينهما مشادات كما ترون، لتقوم بدفع لاعبة الخصم بضربها بوجهها بهذه الطريقة فيتم دفعها كما ترون، لتأتي هنا حكمة المباراة وتفك بينهم في آخر لحظة. لنركز هنا على هذه الكرة الذي تم تمريرها لتصل إلى رأس هذه اللاعبة، فتقوم بعمل مراوغة بهذا الشكل، ثم تقوم بتعريض الكرة لترتطم بقدم هذه المدافعة التي بدلا من إخراج الكرة قامت بوضعها بنيران صديقة في شباك منتخبها. فيمكنكم أن تركزوا على مدى الأسى والحزن الذي تشعر به بسبب هذه اللقطة. يبدو أنها لحظة مأساوية حقا في حياتها، وهنا تابع هذا الحزن الذي يبدو على وجهها ودموعها، واللاعبات على الدكة يمكنكم أن تشاهدوا كيف يضحكن على هذا الموقف. تقدمت هذه اللاعبة وقامت بتعريض الكرة بهذا الشكل لتصدها هذه المدافعة وتمسكها الحارسة بيدها، فيحتسب الحكم ركلة حرة ثابتة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء. فتابعوا كيف قامت لاعبات المنتخب الإنجليزي بوضع الكرة على اليسار بتسديدة مميزة. شاهدوا هذه اللاعبة والتي ذاقت ذرعا بحكم المباراة، فأمسكت الكرة وقامت بتسديدها مباشرة به لتتلقى البطاقة الحمراء. ثم تأتي اللاعبات للاعتراض على الحكم، فتقوم اللاعبة بضربه ضربة قوية بقدمها بهذا الشكل. لا أعتقد أنها ستمارس كرة القدم مجددا بعد هذه اللقطة. تم الضغط على هذه المدافعة في منتصف الملعب، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف قامت بهذا الشكل بإرجاع الكرة لحارسة المرمى ولكن بتسديدة قوية. فيمكنكم أن تركزوا كيف ارتطمت الكرة بالأرض وعلت حارسة المرمى ودخلت في شباكها هدفا بنيران صديقة. خرجت الكرة من أرضية الملعب، فيمكنكم أن تتابعوا حارسة المرمى هذه والتي أتت لجامع الكرات الصغير هذا حتى يعطيها الكرة، ولكنه يرفض الأمر. وهنا تطلب منه بكل لطف أن يعطيها الكرة ولكنه يرفض، وفي النهاية وبعد قرار الحكم قام بإعطائها الكرة بعد أن نفذ صبرها بالفعل. بالطبع لو كانت في مباراة كرة القدم الرجالية لكان الأمر مختلفا تماما. في هذه اللقطة أتت الكرة بهذا الشكل أمام الدفاع وحارسة المرمى التي لم تستطع فعل أي شيء سوى أن قامت بتسديد الكرة، لكنها ركلت الهواء لتقوم لاعبة المنتخب البلجيكي بلمس الكرة وإيداعها هدفا في الشباك. في هذه اللقطة لنركز كيف تشابكت أقدام هاتين اللاعبتين مع بعضهما البعض بعد أن تعرقلوا بهذه الطريقة، لتتشابك أربطة أقدامهم بهذا الشكل الغريب. دخل هذا الكلب الأسود إلى أرضية الملعب، وهنا تابع حارسة المرمى وهي تقوم بتدليله حتى يخرج، إلى أن أتت لاعبة منتخب باراغواي وقامت بمحاولة حمله لإخراجه من الملعب، لكنهم خافوا من الكلب الذي انطلق يجري بهذا الشكل
وفي النهاية تم إخراجه بهذه الطريقة بعد أن حملته هذه اللاعبة. في هذه اللقطة يمكنكم أن تشاهدوا هذه اللاعبة وكيف حاولت قطع الكرة من لاعبة الخصم، لكنها تأذت بهذه الطريقة وقامت لاعبة الخصم بركلها بهذا الشكل القوي على ظهرها لتتلقى البطاقة الحمراء مباشرة ويتم طردها من المباراة.